شكرا. مرتجى تهاجم صحفي لبناني كشف سرا عنها، ما حصل محزن. بتمنى يكون في جنسية تسهل أمور الحياة، ولكن أكيد لا، ما بتخلى عنها. أنا ما صدقت أنت أخذتها، لا هي تعج على راسي هي وجنسيتي. تداولت إحدى الصفحات المهتمة بالأخبار الفنية خبراً عن الممثلة السورية شكران مرتجى، جاء فيه بشكل رسمي اعتذار الممثلة السورية شكران مرتجى عن دورها في مسلسل ليالي روكسي بسبب الأجر غير متفق عليه. بدورها أعادت شكران نشر الخبر والذي نشره صحفي مجهول الهوية، وعلقت قائلة: هذا الخبر ليس له أي هدف سوى التوضيح ولتأكيد عدم مشاركتي للأسف مع المخرج الكبير محمد عبد العزيز، لأنه لا شك العمل تحت إدارته إضافة. تمنياتي بالتوفيق للجميع. ثم أضافت: وانتهى الموضوع. وعلى صعيد آخر، فقد ردت الممثلة الفلسطينية السورية شكران مرتجى على الانتقادات التي تعرضت لها بعد تكريمها من قبل نقيب الفنانين السوريين محسن غازي. وفي التفاصيل، فقد نشرت شكران صورة للبطاقة عبر خاصية الستوري على حسابها عبر إنستغرام، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: صباحكم خير، بطاقة عضوية النقابة هي تقديرية وفخرية فقط، وليس جنسية ولا هوية، لأنه معي من زمان يا شاطرين، وما معقول كم التنمر للأسف من ولاد البلد اللي إلي الشرف احمل أي ورقة أو بطاقة بتخص سوريا. وشكرا نقابة الفنانين ولكل جهة بتكرمني أينما كانت، ويحيى الذكاء عند البعض. خلصت ترند على حساب أخبار كاذبة وإدعاءات وشتائم، يلا بسيطة الله يهديكم. ومنحت نقابة الفنانين السوريين النجمات شكران مرتجى وصفاء سلطان وسوزان نجم الدين عضوية الشرف خلال أمسية موسيقية بقيادة المايسترو هادي بقدونس مساء الأربعاء. وأتى هذا القرار تقديراً لمسيرة هؤلاء الفنانات الفنية الحافلة بالإنجازات ودورهن الكبير في إثراء الساحة الفنية السورية. سنة في نقابة الفنانين بأن نمنح عضوية الشرف. ونشرت شكران مقطع فيديو يوثق لحظة منحها عضوية الشرف بالنقابة، وعلقت قائلة: شكراً نقيب الفنانين الأستاذ محسن غازي ونقابتنا الغالية، كل الحب. على صعيد آخر، فقد كشفت سابقاً الفنانة السورية شكران مرتجى عن تعرضها للظلم الكبير داخل الوسط الفني وخسارتها بسببه للكثير من الأمور المهمة كالأمومة والأصدقاء. يا ريت تعلمت الرقص عن هواية، على الأقل كنت تعلمته على أصوله وما كنت شفتيني مرمطة.